حرصنا خلال هذا العام المشاركة مجموعة من المشاريع الابتكارية، وذلك بدعم من سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وذلك المشاركة في شهر الإمارات للابتكار، ومن المشاريع الابتكارية التي حرصت البلدية على عرضها خلال شهر الإمارات للابتكار مشروع الباز، وأيضا مشروع روية والعالم الافتراضي. ولا تقتصر المشاركة فقط على المشاريع، ولكن حرصنا على بناء جيل مبني على الابتكار، وذلك من خلال عمل مجموعة من الورش الابتكارية، حيث حرصنا على تنفيذ 24 ورشة تدريبية تخدم فئة الأطفال واليافعين، وذلك لتطوير الجوانب الإبداعية والابتكارية لديهم.